إذا أعجبك محتوانا، لا تنسى الاشتراك في قناة DDS الإخبارية الوثائقية وفعل زر الجرس ليصلك جديدنا. بالنسبة لترتيب الجيش الجزائري، أرجوكم انتبهوا للأرقام. تطور وأرقام رهيبة لقدرات الجيش الجزائري إمام نظيرتها المغربية، شاهدوا ما قاله هذا الخبير العسكري. بالنسبة لترتيب الجيش الجزائري، أرجوكم انتبهوا للأرقام. احتل الجيش الجزائري المرتبة الأولى عربياً والتاسع عالميا من حيث تعداد العناصر الجاهزة والمستعدة للقتال ب 603,000 شرطي، ما شاء الله، يعني أكثر حتى من الجيش الفرنسي من حيث التعداد، والجيش الإسباني والجيش الإيطالي. لو نضيف فيما بعد نضيف هذه الأرقام مع الجيش المغربي، كما قلت لكم ستصبح قوة ضاربة. وركز الآن مع الجيش الجزائري في محلة في المرتبة الثانية عربيا و15 عالميا من حيث القدرة القتالية والتجهيزات سنة 2017، هذا تصنيف سنة 2017. الصناعة العسكرية الجزائرية أيضا، ثم تصنيع عسكري في الجزائر وفي المغرب. تملك الجزائر قاعدة للتصنيع والتسليح العتاد العسكري، صناعة عسكرية جزائرية، والتي تصنع العربات المدرعة من نوع هيمنتال وفوش وبوما، مدرعات بي سي ال ام 5 وبعد مدرعات بسيال M54 نمر الجزائر، كما تقوم بتركيب وتصليح الآلات الحربية مثل الدبابات والعربات المدرعة وتطويرها، مما يغني الجزائر عن إرسال دباباتها لدول مصنعة. يعني عادة لما تشري دبابات روسية والجيش الجزائري تسليحه روسي بالذات وصيني وقليلا ألماني وأمريكي، لكن الأساس القوى الاستراتيجية هي روسية. الجيش المغربي كان فرنسيا ثم أصبح أمريكيا، يعني فرنسا فقدت تقريبا سوق السلاح لدى الجيش الملكي المغربي. فلما تستورد أنت دبابات وهو مثلا مثل السعودية ودول الخليج، هذه إذا لم يأتي خبراء أجانب الذين باعوا دبابات لصيانتها فهي تصبح خردة. لا، الجزائر تفطنت إلى ضرورة أن تقوم بعملية الصيانة داخليا، يعني المهارات المحلية هي التي تقوم بصيانة أي معدات تشتريها من روسيا، كما تقوم بتطوير وتصدير عتاد عسكري لعدة دول عربية وأفريقية، كما أنها مجهزة بكل إمكانيات تصنيع العربات والمدرعات والدبابات والمروحيات والسفن الحربية الصغيرة. كما تقوم الجزائر بتصنيع كل احتياجاتها من أسلحة الخفيفة والمتوسطة مثل أسلحة الكلاشنيكوف ورشاشات البيكا وكذلك القناصات دراغونوف والار بي جي 7 والار بي جي 9 وكذلك الألغام مضاد الدبابات والملابس والستر الواقي من الرصاص وأشياء كثيرة أخرى بمصانع الأسلحة بولاية خنشلة، كما بدأت بتشييد 3 مصانع جديدة لتصنيع الكلاشنيكوف هذا AK-47 AK-46 والأسلحة الخفيفة. هذا والله جيد، وفي الروس يعطوك الترخيص لصناعة الكلاشنيكوف المحلي على عكس الدول الغربية التي لا تريد أن تعطي هذه الامتيازات. أنا قلت ديما الجيش التونسي لماذا لا يذهب ويشتري يصنع الكلاشنيكوف مثل الجزائر أو سوريا أو العراق مصدم حسين، يصنعها محليا وتتكلف أرخص، والروس هم الذين يعطونا يعني حق المؤلف إن صح التعبير، حق صناعة محلية لمثل هذه الأسلحة. بالنسبة لميزانية وزارة الدفاع، طبعا أرقام 2017، بالنسبة لسنة 2017 فقط 13 مليار دولار، وهي تعتبر أضخم ميزانية بمنطقة شمال أفريقيا، يعني أكثر من المغرب، ومؤشر حقيقي لرغبة قوية للجزائر في حشد وتعزيز قدراتها العسكرية للحفاظ على أمنها. طبعا المخابرات الجزائرية، هذا فرق، المخابرات الجزائرية تتبع وزارة الدفاع، عادة أجهزة المخابرات يا إما وزارة الداخلية مثل تونس أو القوية يعني، أو في بعض الأحيان يعمل المخابرات العامة بين لا وزارة الداخلية ولا الدفاع، إنما جهاز مستقل بحد ذاته. الثورة الجزائرية منذ الثورة كان اسمها المالك مع حفيظ بوسوف، فيما بعد استقلال بناها قصدي مرباح صار اسمها الأمن العسكري، وكانت وهي مأخوذة من تقريبا باعتبار أنه نخبة تخرجت من المخابرات السوفيتية KGB، منقولة عن الطريقة السوفيتية في العمل، أصبحت الأمن العسكري. ثم
أصبحت دياراس مع محمد مدين، ثم تم تفكيكها مع السيد بوتفليقة وإلى 3 أفرع، ثم عادت إلى أشراف الجيش. يعني تبقى المخابرات العسكرية، المخابرات الدولة هي القوية، وطبعا المخابرات الجزائرية العسكرية عندها مكافحة جميع أشكال التجسس، الحفاظ على الأمن الداخلي للبلد وحماية المصالح الحيوية للجزائر في الخارج. ثم سلاح آخر هو سلاح الحرب الإلكترونية للقوات البرية، أنشئ سنة 2010، ولقد تم اقتناء منظومة حرب إلكترونية روسية الصينية للجزائر. الحرب الإلكترونية هذه الحرب الجديدة، الأجهزة الجديدة من الحروب. دائما الجزائر تثق في روسيا، وعملت حلقة لماذا تتسلح الجزائر بروسيا، أرجو العودة إليها، تجدون فيها تفاصيل التحليل السوسيولوجي وعوامل 4 تدفع الجزائر من تتسلح من روسيا، وأيضا لماذا روسيا تثق في الجزائر ولا تثق حتى في دول عربية أخرى. أرجعوا إلى هذه الحلقة. سر القوة العسكرية للجزائر يكمن في عقيدة جيشها المتحدر من أبناء الشعب، بالإضافة إلى تجربته الطويلة، كما أن الجزائر نوعت مصادر تسليحها بحسب كفاءة القطع وجودتها، وسبب اعتمادها على السلاح الروسي سببه النوعية الموثوقة والفاعلية، ومن المستبعد أن تكون الجزائر محل ترويج ودعاية لأي جهة مهما كانت، فالجزائر لها شخصيتها السيادية، خاصة فيما يتعلق بموضوع الدفاع والأمن الإقليمي. وتشكل الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار السياسي في المحيط الإقليمي للجزائر تحديا وفرصة في آن واحد للدبلوماسية الجزائرية لتستعيد حيويتها، لكن يتوقف ذلك على السلطة الجديدة على استثمار هذا الوضع بشكل جيد للعودة إلى الساحة الإقليمية وتصبح فاعلا إقليميا أساسيا.